وقبيل انطلاق السباق العالمي، أقامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض منطقة خاصة بها في مطار البحرين الدولي لاستقبال السياح الوافدين وتعريفهم بالمقاصد السياحية والفعاليات الترفيهية التي تضمها مملكة البحرين. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع الحملة الترويجية التي أطلقتها هيئة السياحة تحت عنوان مارس في البحرين. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيدة فاطمة الصيرفي، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. مرحبا بك معنا في نشرة الأخبار. ولو نتحدث عن أبرز استعدادات الهيئة لاستضافة حلبة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا 1. مساكم الله بالخير، وأشكر تلفزيون البحرين على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على دور هيئة البحرين للسياحة والمعارض في الفورمولا 1. طبعا الهيئة تضع الفورمولا 1 في قائمة اهتماماتها، خاصة من ناحية الترويج لهذه الفعاليات المهمة خارج البحرين. اشتغلنا في الهيئة مع حلبة البحرين الدولية وناقلتنا الوطنية طيران الخليج على تقديم عروض سياحية خاصة بالفورمولا 1. قمنا بالترويج لها بشكل كبير في العديد من الأسواق المستهدفة الرئيسية مثل المملكة المتحدة، هولندا، المملكة العربية السعودية، الكويت والإمارات وغيرها، بحسب الخطة الاستراتيجية السياحية اللي تم الإعلان عنها في العام الماضي في نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، هيئة السياحة ادخلت في اتفاقيات مع كبار منظمي الرحلات السياحية في هذه الأسواق للترويج وبيع عروض خاصة بالفورمولا. طبعا الجدير بالذكر أن نتيجة التعاون المثمر للترويج للفورمولا ما بين الهيئة وحلبة البحرين وطيران الخليج أدى إلى 50% زيادة في نسبة الزوار الدوليين للفورمولا مقارنة بعام 2019 لما كانت السياحة في البحرين في ازدهار. هذا المؤشر طبعا يعكس تقدم القطاع السياحي في المملكة بالرغم من التحديات وتوقعات منظمة السياحة العالمية برجوع السياحة الدولية لمستواها السابق في 2024. من الاستعدادات الإضافية للهيئة هو استقبالنا للسائح اللي يبتدي من مطار البحرين، وهناك خصصنا موقع خاص ودائم للترحيب بالزوار والسياح وإرشادهم والرد على استفساراتهم تجاوبا مع نسبة زيادة السياح في المملكة. وطبعا ضاعفنا في هيئة السياحة جهودنا ونظمنا فعاليات في عدة مناطق بالبحرين بالتعاون مع شركائنا في القطاع السياحي عشان السياح والزوار يكون عندهم برنامج حافل ويستمتعون بأطول إقامة ممكنة في البحرين. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق السيدة فاطمة الصيرفي، نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. شكرا جزيلا لك.